العلم للعرب، قناتك الوثائقية، النسخة العربية. هل تعلم أن جسمك لديه نسخته الخاصة من نظام الصرف الصحي لإزالة النفايات السامة والمياه الزائدة من الجسم؟ وهذا ما يسمى بالجهاز الليمفاوي، وهو لدينا مثل الدورة الدموية. يتكون الجهاز الليمفاوي من ملايين الأوعية الصغيرة التي تتفرع في جميع أنحاء الجسم. ولكن في حين أن الأوعية الدموية تحمل الدم، فإن الأوعية الليمفاوية تكون أدق بكثير وتحمل سائلا عديم اللون يسمى السائل الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي له ثلاث واجبات. 1- يحتوي على خلايا الدم البيضاء تسمى الخلايا الليمفاوية التي تستخدم لمحاربة العدوى. 2- يعمل كنظام تصريف أحادي الاتجاه، ينقل السوائل من أنسجة الجسم إلى الدورة الدموية. 3- يتخلص من النفايات الناتجة عن الخلايا. 4- تترك البلازما الأوعية الدموية وتسافر إلى أنسجة الجسم لتوصيل الأكسجين والمواد الغذائية والهرمونات إلى الخلايا. تصبح هذه البلازما سائلا للأنسجة وتحيط بكل أنسجة أجسامنا، ثم تجمع النفايات من الماء الزائد والسموم من الخلايا. 90% من هذا السائل إلى الدورة الدموية، ولكن 10% من السائل تترك وتعرف باسم الليمف. لذلك نحن بحاجة إلى نظام لتصريف هذا الضعف من خلاله، بحيث لا ينتهي بنا الأمر كالبالون المنتفخ بالسوائل. وبالتالي فإن الجهاز الليمفاوي يفرغ السائل الليمفاوي في الأوعية الليمفاوية، حيث ينتقل بعد ذلك إلى العقد الليمفاوية الموجودة حول الجسم لوقف التدفق الخلفي للأوعية الليمفاوية، فلديها صمامات ذات اتجاه واحد وجدران عضلية تنقبض لدفع الليمف إلى الأمام. يحدث هذا في ملايين من الأوعية الليمفاوية الصغيرة في جسمك كل دقيقة من كل يوم. Lymph nodes filter the lymph, destroying or trapping anything harmful. The lymph nodes contain white blood cells called lymphocytes, which attack and break down bacteria, viruses, damaged cells, or cancer cells. This filtering and destroying is an important part of our immune system and stops nasty substances being fed back into our bloodstream, which would make us sick. The waste products and destroyed bacteria are then carried in the lymph fluid through larger lymph vessels up to your neck, where the thoracic duct empties the lymph back into the blood circulation. The bloodstream then removes the waste products from the body, as it does with other waste. As well as the lymph fluid, our lymphatic system also includes a few organs: the spleen, thymus, tonsils, and adenoids. They all have roles in helping our body fight off infections. Unfortunately, like any sewer system, things can go horribly wrong. Sometimes we get infections that cause the pumping to break down.
This can cause your arms or legs to swell to huge proportions. Sometimes the debris or other bad substances can make it past lymph nodes. Sometimes cancer cells do this and spread the cancer to other parts of the body, which obviously isn't good.